الفود كونفرفيشن باي فريز دراينج، حفظ الطعام بالفريز دراينج هي موجوده تمام، بس ما جابش عليها اسئله، ربما يجيب السنه دي اه، ولو جاب عليها يجيب سؤال نظري، ازاي بعمل الفود كونفرفيشن باي فريز دراينج؟ عن طريق ان انا ازود الضغط ولا اقلل الضغط؟ ها ما عملت ايه دلوقتي؟ قللت الضغط. وير الايس؟ حيث ان الايس اللي موجود ده ها ايفابوريت ولا كوندنسيت ولا سبليمز؟ ها بيحصل له ايه؟ سبليميشن، اتحول من سوليد منين على طول؟ لجاز. يبقى لازم تكون فاهم الكونسبت نفسه ماشي ازاي يا شباب، مفهومه دي؟ ها حد مش فاهمها؟ يبقى انا بنزل بالضغط تو، حتى كاتبها في المحاضره ايه؟ الضغط اللي هنا ده قليل خالص فبيسميه فيكيوم. فيكيوم يعني ايه؟ فراغ، يعني ضغط تقريبا بزيرو، الضغط بتاعه بكام؟ بزيرو، بوينت زيرو زيرو ستة، ستة من ألف يعني، اللي هو تقريبا صفر، يبقى أنا بقلل الضغط لحد الزيرو، ده أول تطبيق. التطبيق الثاني، التطبيق الثاني البريشر كوكينج، عارفين حلة الضغط؟ حلة الضغط دي بتسوي الأكل أسرع ولا أبطأ؟ أسرع، ليه بقى؟ عشان الضغط، عشان هي بتزود الضغط، بدليل إحنا عند ضغط واحد أتموسفير، قلنا المية بتغلي عند كام يا شباب؟ ها؟ عند 100 صح؟ طب لو خليت الضغط ده 5 اتموسفير، هل الميه هتفضل تغلي عند 100 ولا هتزيد؟ هتزيد، فلما الميه تغلي عند 120 130 وانت حاطط الاكل جواها مش هتتبخر غير عند ها 120 130، وبالتالي الاكل درجه حرارته تزيد بسرعه ولا ببطء؟ بسرعه، يتسلق اسرع يعني، فتلاقي الاكل استوى اسرع شويه، يبقى فكره البريشر كوكينج هي كمان ايه؟ اللي هي بتزود دي. والاير ليكوفيكيشن دي شرحناها المره اللي فاتت، اللي هي عمليه الاساله بتاعت الهواء، صح؟ ولا ما شرحناش الاير ليكوفيكيشن؟ طيب الاير ليكوفيكيشن سريعا، ايه الاير ليكوفيكيشن او بيحصل فيه ايه؟ انا دلوقتي عندي هواء بيتكون من ايه؟ من اكسجين ونيتروجين، اكسجين ايه؟ ونيتروجين، عايزين نحوله سائل وفي النهايه افصل الاكسجين عن النيتروجين. الغاز احنا اتفقنا شرحناها صح؟ الرسمه و... انا قعدت اغني فيها كتير يا جدعان. انا لسه برضه ما عجزتش قوي يعني. طيب خلاص دي شرحناها، دي شرحناها. مش مشكله كده كده الرجاله ما بتذاكرش. الدكتور شرح شاطر كام؟ أربعة. مش النهارده أربعة؟ او يعني المجموعه اللي هتبدا النهارده اربعه خلص، يعني كده اربعه خلص، ما هو دخل في اربعه يبقى خلص اربعه على طول، مفيش محاضره، اصل هم 10 محاضرات تقريبا واحنا 10 شباتر، فتك تك 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 على طول كده غزه كده تطلع من الضلمه على طول، فانت لازم هتتعور هتتعور، بس ايه ده الميد ترم لحد اربعه، ميد ترم لحد اربعه، يعني حتى لو الدكتور قبل الميد ترم شرحه خمسه وسته فانت داخل الميد ترم لحد كام؟ لحد اربعه، لا لا خمسه وسته مش هيخش لا. بس بنيجي بعد الميد ترم هل بنلغي اربعه؟ لا احنا برضه ال 10 شباب الكاملين في الفاينل، 10 شباب كاملين. ان شاء الله النهارده، النهارده الدكتور ايمن يعتبر كده خلص الجزء بتاعه، هيخش لكم النهارده او بكره حسب الجدول بتاعكم دكتور محمد بسيوني هيخش شابترين، وبعد دكتور عماد شابترين، وفي الاخر خالص دكتور عماد ثلاث شباب. دكتور محمد برضو الشباتر بتاعته عاليه، عاليه شويه كمان عن دكتور ايمن. يعني محتاجه فكره، فاحنا مش عارفين هيغير ايه عن السنه اللي فاتت، مش عارفين لسه هيغير ايه عن السنه اللي فاتت، فاحنا منتظرين شابتر ثلاثه وشيت ثلاثه انا نزلتهم لكم النهارده. وفي على جزء دكتور ايمن السنه اللي فاتت كان في كام مرجع كده بيحط منهم الامتحانات. تمام؟ فانا جمعت لك شويه اسئله من المراجعه دي، الحمد لله منهم ثلاث اربع نقط جم في امتحان السنه اللي فاتت واللي قبليها. فبرضه هتلاقيهم نازلين، مراجعه على اول ثلاث شباب، اسئله مهمه خالص، من المرجع اللي الدكتور ايمن بيحط منه الامتحان. تمام؟ فانت بحيث ان انت تمشي ايدك في كل، تمشي ايدك في كل الاسئله. طيب، كنا اتكلمنا برضه على الفيبر بريشر، صح؟ ضغط البخار، المره اللي فاتت. انا كل ده براجع القديم. ضغط البخار ووصلنا للمعادله دي، حد فاكرها؟ من ها؟ ب 2 على ب 1 دلتا اتش فيبر، تمام الله ينور، على ار 1 على تي ماينس 1 على تي. وقلنا لو انا قلت هنا 2 1 دي 1 2 تمام؟ في ناس بتتلخبط بتقعد تبص على الاستنتاج ويقوم حاطط لك هنا سالب، مفيش سالب. القانون مفيش سالب دلوقتي عشان ما تلخبطش نفسك. مفيش هنا سالب، هي كلها موجب، ودي 2 1 تبقى دي 1 2 عكس بعض يعني.
ماشي؟ واتدربنا عليه وفهمنا الايه؟ الجزء بتاعه. وكان عندنا جزء السيرفس تنشن والفيسكوزتي وقلنا تعرفهم هما الاثنين كده نظر. ده كل اللي خدناه النهارده صح؟ احنا النهارده عايزين نتكلم على ايه بقى؟ كده احنا خلصنا الجزء بتاع السوائل وحلينا مسائل بتاعه الكيو بتاعه ام اس دلتا تي وايه؟ وام دلتا اتش صح؟ طيب عايزين نتكلم على السوليدز بقى. السوليدز والجاز. السوليدز نظر وفيها فكره مساله واحده، الجازز مسائل بقى. كل الامتحانات مسائل على الغازات، هتلاقي نص الشيت اصلا مسائل غازات والنص الثاني سوليد وليكويد. السوليدز احنا قلنا ايه الفرق السوليد على الليكويد على الجاز يا شباب؟ المسافه والانترموليكولار ديستانس والانترموليكولار فورس قوه التجاذب. فالغاز كده، السائل كده، الصلب الجزيئات مالها قريبه من بعض خالص وقوه التجاذب اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن. طيب ليه بقى ده سوليد بلاستيك اهو وده برضه سوليد؟ عامل كده والحاجه الحديد سوليد بس بتتني ما بتتكسرش، بتتني ماليبل يعني. ايه اللي يخلي السوليد مختلف عن السوليد عن السوليد اخوه؟ التلاتة سوليد غير بعض. قال لك في حاجتين، في التايب اوف انتر موليكولار فورس هو الرابطه اللي موجوده بين الجزيئات وترتيب الذرات نفسها. الارينجمنت، ايه الارينجمنت؟ ترتيب الذرات. الجزء بتاع القوه التجاذب او نوع الرابطه اللي بين الجزيئات، في عندنا اربع انواع بس. الدكتور ايمن زي ما انت عارف ما بحبش النظري الحشو، يعني لو مش هيفهم منه حاجه او هيجيب عليه سؤال يمشي له على طول. فده اتشال. احنا عندنا كام نوع رابطه؟ مثلا جزيئيه، رابطه ايونيه، رابطه تساهليه، رابطه معدنيه، ميتاليك. وكل واحد فيهم حاجه زي مقارنه كده، تلاقي الناس بتوع كريدت بتوع ميكاترونكس هم اللي بيدرسوا الحاجه دي. الدكتور عماد يحب يشرح الكلام ده، تمام؟ بيجيب عليها اسئله نظري كتير. هنا عندنا مش هنخش في التفصيل دي، بس انت تكون عارف ان الرابطه دي غير دي غير دي غير دي، غير الاربعه غير بعض. فتلاقي نوع او الميلتنج بوينت بتاعت الماده غير بعضيها. الحديد او المعادن ميلتنج بوينت عاليه شويه، اقل منهم شويه الرابطه الجزيئيه مثلا زي التلج. اقل خالص او اقل منهم قصدي الايونيك الاملاح، لو عندك ملح برضو بينصهر اسرع من مين؟ من الحديد والمعادن والحاجات دي. فتلاقي في ايه؟ ترتيبات. ما يفرقش معانا ده، يفرق معانا مين؟ ترتيب الذرات. ايه ترتيب الذرات؟ الذرات بتترتب جوه الماده الصلبه حاجه من الاثنين، يا كريستال يا اميربس. ان شاء الله السنه الجايه برضه لما تاخدوا ماتيريال شويه، الكلمتين اللي كانوا مصروحين على السبوره دول ماتيريال. لما تاخدوا ماتيريال شفتوا السكشن بتبقى خفيفه ازاي؟ حد كان حاضر ساعه لما كنا بنمسح على السبوره؟ كلمه هنا وكلمه هنا، خلص السكشن. واحنا بنقعد نملى الايه؟ البتاع وفي الاخر برضه محدش بيفهم حاجه. كريستال واميربس السنه الجايه في الماتيريال هتاخدوهم بقى بالتفصيل بقى، لان هم دول بتوع الايه؟ بتوع الكلام ده. ايه الكريستال والاميربس؟ كريستال اللي هو ترتيب الذرات جوه الماده الصلبه بيكون منتظم. يعني ايه منتظم؟ يعني كان الذرات مرصوصه في الاكس وفي الواي وفي الزد، ها؟ فوق بعضها، كانك كده جبت وحده بتتكرر في الاكس والواي والزد. طب الوحده اللي احنا هنكررها دي اسمها ايه؟ اسمها كيوبيك يونت سيل. يعني ايه كيوبيك يونت سيل؟ يعني وحده على شكل ايه يا شباب؟ مكعب. طب الاميرفس مش هنتكلم عنه، الاميرفس ده اللي هو العشوائي. عشوائي. عشوائي يعني ايه؟ زي الازاز كده، الازاز ده بيسخنوه ويسيبوه يبرد مره واحده، فايه اللي بيحصل للجزيئات؟ حركه عشوائيه، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، عشان كده انت لو خبطته خبطه بيحصل ايه؟ بتكسر. ليه؟ لان الترتيب العشوائي ده ممكن تلاقي ذره مش تحتها ذره. واحده مش تحتها واحده، ماشي؟ حاجه مش تحتها حاجه يعني. فده مش هنتكلم عنه، هنتكلم عن مين؟ عن الكريستال. يبقى الكريستال ده ترتيب الذرات فيه بيكون ايه يا شباب؟ منتظم. طب الذرات محطوطه جوه ايه؟ محطوطه جوه شكل على هيئه مكعب. المكعب ده كده بنسميه الكيوبيك يونت سيل. ايه الكيوبيك يونت سيل؟ كان انت الماده الصلبه لو دخلت زوم جواها هتلاقي المكعب ده متكرر في اكس وواي وزد، كان احنا جوه السكشن ده في ماده صلبه وجبنا كراتين كده رصيناها في الاكس وفي الواي وفين؟ وفي الزد. هي الماده الصلبه من جوه عامله كده، بس الفرق ان الكراتين دي مش فاضيه، الكراتين دي هي فريم بس كده، كان خيط كده معمول على شكل مكعب، والذرات مرصوصه فين؟ جواه.
الذرات مالها مرصوصه جواه، بحيث ان كل واحده تكون ملامسه للي جنبيها. فتلاقي المكعب لما تيجي تشوف الحصيله بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء ده كده. يعني لما تيجي تقطع المكعب نفسه كده تخليه فاضي خالص، هتلاقيه عباره عن الجزء اللي قدامك بالشكل اللي انا وصلت له ده. انه واخد حته من الدايره اللي كانت هنا وحته من الدايره اللي كانت هنا وحته من الدايره اللي كانت هنا. طب احنا عايزين منك يا باشمهندس، عايزين نعرف انواع الكيوبيك يونت سيل دي، انواع الكيوبيك يونت سيل، وهنسالك على حسبه فيها وقضي الامر وخلاص، مش عايزين اكتر من كده. عندنا كام نوع من المكعبات دي؟ ثلاثه. نوع اسمه سمبل سنتر دي كيوبيك يونت سيل، ونوع اسمه بادي سنتر دي كيوبيك يونت سيل، ونوع اسمه فيس سنتر كيوبيك يونت سيل. سمبل سنتر، بادي سنتر، فيس سنتر. يعني ايه بقى؟ اتفقنا ان كل الميتالز او كل المواد الصلبه اللي فيها ترتيب منتظم كريستال ستراكشر هيكون فيها ذرات مرصوصه في الاكس وفي الواي والزد. المكعب بقى جواه ايه؟ جواه كام واحده؟ حسب هو نوع ده ولا ده ولا ده. تعال نشوف كل نوع كده. السمبل سنتر، تخيل ان احنا جوه القاعه دي كده، كان ده المكعب، ده مكعب واحد من المكعبات، وحطينا كوره ذره، يعني الذره على شكل كوره في كل كورنر من الكورنرات دي، وتحت في الايه؟ في الثمان كورنرات، اربعه فوق واربعه ايه؟ تحت. السؤال دلوقتي الكوره اللي هتبقى، خلينا في ده، الكوره اللي هتبقى في الكورنر هنا دي مشتركه مع كام مكعب؟ مع كام اوضه؟ اربعه. ادي واحد، اللي جنبينا اثنين صح؟ اللي وراكوا دي، قصدي اللي ورا هنا دي ثلاثه، اللي ورا دي اربعه، صح؟ الاربع اوض دول، تمام؟ لو احنا مقسمين الحيطه دي نكملها يعني. واربعه زيهم فين؟ فوق. انت بصيت دلوقتي للنص اللي تحت، اذا نصيب المكعب بتاعي ده من الذره اللي في الكورنر تم. يوم الدكتور مش هيسالك انت حافظ ايه؟ هيسالك انت فاهم ايه؟ قول جايب السؤال ده في الامتحان. قال ايه؟ قال ان اني كيوبيك لاتس في اي شكل بلوري، الكيوبيك يونت سيل دي لما تتكرر في الاكس وفي الواي والزد، المجموعه الكتيره دي بنسميها الايه يا شباب؟ بنسميها الكيوبيك لاتس. لاتس يعني ايه؟ الشكل البلوري، شكل الذرات اللي جوه لما تحط المكعبات كده وكده وكده الكتير جوه مع بعض اسمهم ايه؟ اللاتس، او الشكل الايه؟ البلوري. انما الواحد بس من اللي بيتكرر اسمه ايه؟ يونت سيل، الوحده الواحده، الوحده الواحده. طيب قلنا في الامتحان، قال لهم ان اني كيوبيك لاتس ان اتوم، الاتوم لاينج ات ذا كورنر اوف يونت سيل، الذره اللي موجوده في كورنر اليونت سيل از شيرد ايكول. شيرد ايكول يعني ايه؟ متوزعه بالتساوي. ويز هاو ميني يونت سيلز، دي توزعت على كام يونت سيل؟ على كام اوضه؟ على كام مكعب؟ 8. لو انا فاهم خلاص خلصت. طيب عدد الذرات جوه ده كام؟ احنا قلنا دي تن ودي تن ودي تن، تن 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 تن، يبقى 8 في تن بكام؟ 1. يبقى انت فاهم لو سالني عن عدد الذرات الكل جوه المكعب اقول له 1، ولو سالني نصيب المكعب من الذره اللي في الكورنر اقول له تن، او متوزع على كام واحد؟ متوزع على 8. انا فاهم فاعرف اجاوب مهما غير شكل الايه؟ السؤال. طيب البادي سنترد هي اخت السمبل سنترد بالظبط، بس اسمها ايه؟ بادي. بادي يعني ايه؟ جسم، في واحده في نص الجسم، نص المكعب. يبقى اللي في الميركان موجودين اللي هم مجموعهم كام؟ 1، وهزود عليهم كمان كام؟ واحده في النص هنا كده، يبقى عددهم كام هنا؟ 2. طيب الفيس سنترد، سيب الاولانيه زي ما هي وشيل اللي في النص ارميها بره. فيس، فيس يعني ايه؟ وجه، صح؟ كل وجه في كوره، كوره نصها عندي ونصها في المكعب اللي ورايا، وانت هنا كوره نصها عندنا ونصها في المكعب اللي جنبيك، وهنا نصها هنا ونصها ورا، وهنا نص هنا ونص هنا، وفوق وتحت. يبقى دول كام نص؟ نصيبنا احنا هنا كام نص؟ 6 نصاص، يعني عدد كام؟ 3. 6 في نص بكام؟ 3، والواحده اللي في الاركان. يبقى عدد الذرات ده لازم تكون عارف، لازم تكون عارف، ماشي؟ لازم تكون عارف عدد الذرات بتاعتك اللي هي ايه؟ 1 و2 و4. قال جاي في نفس الامتحان، في نفس الامتحان اللي قال فيه اتوم لاينج ات ذا كورنر، النموذج اللي جنبه بقى عشان الرجاله هي بتغش ايه؟ ايه؟ تلبس الحيطه، نفس الاختيارات، نفس الاختيارات. قال اتوم فور فيس سنتر كيوبيك يونت سيل، في نفس في الفيس سنتر كيوبيك يونت سيل. قال اتوم لاينج ات ذا فيس اوف يونت سيل، الاتوم اللي موجوده في الفيس از شيرد ايكوالي،
وزهاو من يونت سيلز؟ اثنين بس اللي هنا دي متشاركه نصها عندي ونصها وراي، اثنين بس متوزعه على كام؟ اثنين. فهمنا؟ ها؟ حد مش فاهم؟ طيب انا بعمل الحسابات دي كلها ليه؟ عشان هطلب منك تحسب لي حاجه اسمها الباكنج افشنسي. يعني ايه الباكنج افشنسي؟ انا دلوقتي لما قطعت البتاعه دي جوه المكعب، مسكت مكعب واحد كده وشفت الذرات اللي فيه، هل الذرات مالية المكعب كامل ولا في حتت فاضيه؟ في حتت فاضيه، فاحنا عايزين نشوف حجم ها الذرات على حجم المكعب. اتفضل. حجم الذرات على حجم مين يا شباب؟ على حجم المكعب. عايز اشوف النسبه دي تطلع كام في الميه؟ طبيعي طبيعي ان النسبه دي اقل حاجه تكون هنا ولا هنا ولا هنا؟ ها؟ اقل حاجه هنا اللي فيها اربع ذرات ولا فيها واحده؟ واحده دي اقل حاجه، فبتطلع معانا 52% هنستنتجها دلوقتي. ودي اكبر سن فبتطلع 68%، ودي 74%، ودي بتطلع كام؟ 74. عايزين نشوف جبناها ازاي؟ عشان نشوف جبناها ازاي هقسم حجم الذرات على حجم مين يا شباب؟ المكعب. الذره احنا لسه قايلين عمالين بنقول على شكل ايه؟ كره، صح؟ حجم الكره بيساوي ايه؟ 4 على 3 باي ار تكعيب. ها خلاص بس. طيب وحجم المكعب طول ضلع تكعيب. طول ضلع هنديله رمز ايه؟ هندي طول ضلع المكعب رمز ايه يا شباب؟ ايه؟ يبقى على ايه تكعيب؟ واضرب الكلام ده في ايه عشان يديني نسبه. حلو؟ طيب عشان احسب الكلام ده واطلعه نسبه ينفع تبقى دي داله في ار ودي داله في ايه؟ لازم اجيب الايه بدلاله الار او الار بدلاله. هتعرف تتخيل ده في السمبل سنتر بسهوله. ليه؟ لان ده ار صح؟ وده ار، يبقى الايه بكام؟ 2 ار. يبقى الايه هنا ب 2 ار. التانيين كان لهم اثباتات زمان ايام امتحانات المقال، كنا بناخد مثلث هنا كده ونعمل فيثاغورس هنا وفيثاغورس دياجونال كده. تمام؟ بس خلاص ده كله اتلغى. انا يهمني ان انت تكون عارف في البي سي سي ان الايه بيساوي 4 ار على جذر 3 وهنا جذر 8 ار. عشان لما اجي اعوض واجي احسب ان 52% دي جت منين اعوض ازاي؟ اقول له والله بالنسبه للسيمبل سنتر بكيلو كيلو سيل كفاءه الامتلاء انا عندي كام ذره في المكعب؟ واحده. فحجم الكره 4 على 3 باي ار تكعيب على حجم المكعب ايه تكعيب بس الايه بكام؟ 2 ار. يبقى 2 ار لكل تكعيب واضرب الكلام ده في 100 هتلاقي الار تكعيب دي راحت مع الار تكعيب دي وتخلص الحسبه دي كده كلها على بعضيها هتلاقي طالع لك كام؟ 52%. يبقى انا برضو مش هحفظ حاجه، مش هحفظ ارقام. فهمتها؟ عايز بعد كده حضرتك تحفظها براحتك خالص. على كيفك يعني. ها حد مش فاهم؟ طيب لما بيجي بقى مساله، في مسالتين في الشيت على الجزء ده، واحده منهم جت في الامتحان، واحده منهم جت في الامتحان. بيقول لي ايه؟ جولد ايو، جولد ايو كريستلايز، الجولد اللي اسمه ايو وزنه، حد معاه المذكره؟ جولد ايو الشيت ده معلش عشان نقرا السؤال عشان انتوا برضه عندكم مشكله في الترجمه وطبيعي ان المشكله دي تقعد الاسبوع الثالث والرابع لحد ما تتعود على الماده عادي تمام بس مش طبيعي ان انت تسيبها موجوده يعني انت لو الاسبوع ده زي الاسبوع اللي فات اللي فات فانت في حاجه عندك غلط في حاجه عندك انت غلط انت مش ماشي صح تمام لو لقيت الدنيا النهارده احسن من المره اللي فاتت احسن كل مره الدنيا بتعلى شويه يبقى ده احنا كده في استجابه يعني فبيقول لي جولد ايو كريستلايز ان كيوبيك كلوز باك ستراكشر فيس سنترد كيوبيك يونت سيل نوع الجولد ده نوع ايه؟ نوع المكعب بتاعه اف سي سي وبعدين قال لي ايه؟ قال لي هاز ادنستي اوف 19 و3 والجولد ده كثافته 19 و3 جرام على الكيوبيك سنتيمتر كالكوليت ذا اتوميك راديوس اوف جولد احسب لي الاتوميك راديوس اوف جولد عايز مين؟ اتوميك راديوس نص قطر الذره اللي هو مين؟ ار صح؟ وقايل لي الاي يو وزنه الاتوميك ماس بتاعه
197. بعطيني في الناس بتاعه كم؟ 197. طيب دايما انا لما باجي احل اشوف انا عايز ايه وانت مديني ايه، وانت مديني ايه. انا دلوقتي مدي لك الكثافه، ابدا اشوف الكثافه دي بتساوي ايه لحد ما توصل لحاجه فيها ار. عايز اوصل في الاخر ان انا اكون حصلت على مين؟ على الار في الاخر. الكثافه دي يا شباب بتساوي ايه؟ كتله على حجم، كتله على حجم، صح؟ كتله مين؟ الذره. ما يهمني وزن جوه المكعب هو مين؟ الذرات. احنا اتفقنا ان المكعب ده فراغ، خيط كده بس، شكل ملوش وزن. كتله مين؟ الذرات اللي جوه المكعب على حجم مين؟ المكان اللي هم فيه اللي هو شكل مين؟ حجم المكعب، يعني شكل المكعب. حجم المكعب ايه؟ تكعيب، صح؟ وانت قايل لي اف سي سي، فالاي بكام ار؟ فهشيل دي كده واحط جذر، تمام؟ يا ار ما تنساش التكعيب دي كلها كده ايه؟ فالحجم ايه؟ تكعيب. في بتنسوا دايما التكعيب ده. طيب الكتله بقى كتله كام ذره؟ اربعه. مش احنا اتفقنا المكعب جواه اربع ذرات؟ طيب يبقى كام؟ اربعه في 197. 197 ايه؟ ايه اللي ولا قايل لك الكتله بالايه؟ بالجرام. فحاجه من الاثنين، يا انت فاكر التحويله اللي انا قلتها زمان كده 167 سوري هضرب 167 في 10 اس سالب 24 او 23، 10 اس سالب 22 تقريبا، او احنا كنا بنترجم ال 197 دي ممكن نترجمها ان هي جرام، صح؟ ها بس هتبقى عدد او كتله كام ذره؟ واحده ولا عدد افجاره؟ عدد افجاره اللي هو ال 197 اقدر اقول ان هم جرام لو هم يخصوا مش واحده، يخصوا 6.2% في 10 اس 23 ذره. اذا انا عايز كام واحده؟ اربع ذرات، مش عارف الاربعه على بعض بقى يديني كام؟ صح؟ اضرب 4 في 197 على افجاره هيديك نفس الرقم ده. 4 في 197 على افجاره، احنا اتفقنا كان الرقم ده هو مقلوب من افجاره اهو. 4 في 197 على افجاره فكانه ضارب في الرقم ده، لان هم مقلوب بعض، لان هم مقلوب بعض. صعبه؟ انا عندي اربع ذرات، اربع ذرات، احط الاربعه تحت الذره ولا تحت الجرام؟ احنا اتفقنا المقص ده لازم يكون ايه؟ ده وده نفس الوحده، وده وده نفس الوحده. عايزين ايه؟ عايزين وزن الاربع ذرات. فانا بقول لك ال 10 قلال ب 5 جنيه. يبقى القلم بكام ولا القلم بكام؟ صح؟ يبقى كل واحده تحت اللي تحتيها، ماشي؟ تحت نفس الوحده يعني. صعب؟ جاب دي كابي بيست كده في الامتحان، الامتحان هو ايه؟ قام قايل نفس السؤال مش شيت. قلت له ايه؟ وفي الاخر قال لهم مش عايز الاتوميك ريديوس، هنا طبعا هنطلع الار، شفت سولف تطلع الار على طول. قال لهم بدل ما يقول لهم هات لي الاتوميك ريديوس، قال له جولد ايه يكريستلايز ان كذا كذا والدينستي بتاعته كذا والاتوميك ماس 197، سو جولد هاز اتاكينج افشنسي اوف جولد ده. ها؟ بس مش عايز اكتر، مش همسك القلم. سو جولد الباكنج افشنسي بتاعته ايه؟ مش هو قال لي اف سي سي وانا حافظ ان هي 74%؟ خلصت. وقام جايب له كمان اختيار جنبها، يعني الاختيار كان الجزئيه. قال الاتوميك ريديوس ايكوال كام من السيل ايدج؟ الار علاقتها ايه بالايه؟ ايه على جذر 8؟ سيل ايدج على جذر 8. صعبه؟ ثابته لاي نوع ثابت؟ اه حديد المونيوم نحاس قديمه عاد شغال، ماشي؟ اه تمام؟ حد فاهم؟ حد فاهم؟ يبقى اي معدن يكون نوعه اف سي سي النسبه دي بتاعته ايه؟ ثابته. اي معدن يكون نوعه بي سي سي ثابته، كله ثابت، ماشي؟ حد عنده مشكله؟ طيب ده جزء السوليد وبيبقى سهل. جزء الجاز بقى ركز معايا فيه. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان برضه الفرق بين الجاز والليكويد والسوليد نرجع نفكر الناس بيها المسافه وقوه التجاذب. جاز ليكويد سوليد، عشان كده الجاز دوت خاصيه فيه مش موجوده في الباقيين، هي مين؟ كومبريسابيلتي. يعني ايه كومبريسابيلتي؟ قابل للانضغاط. فالجاز هو ماده كومبريسابل،
كومبريسبل يعني ايه؟ يعني قابل للانضغاط، يعني كان تشينج اتس شيب اند اتس ايه؟ فوليوم، يعني يقدر يغير شكله وحجمه. لو هيغير شكله بس زي السوائل فبنسميه فلويد. يعني الغاز والسائل ينفع نقول عليهم فلويد مائع؟ اه. ليه؟ لان الغاز والسائل بيغير شكل. لو جبنا بالونه حطينا فيها ميه وبالونه نفخناها هواء وقعدت تعمل فيها كده تشكل فيها تشكل معاك ولا عادي، فده بيغير شكل وده بيغير شكل. بس الفرق ان البالونه اللي فيها هواء لما تضغطها ممكن تصغر في ايدك قد كده، انما اللي فيها ميه هتقعد تضغط عليها حته هتخش في ايدك والحته الثانيه هتبوظ كده تطلع الناحيه الثانيه. ليه؟ لان حجمه ما اتغيرش، الميه مالها مش كومبريسبل ما بتنضغطش. تمام؟ طيب فالغاز فيه خاصيه الكومبريسابيلتي. كومبريسابيلتي يعني ايه؟ يعني اقدر اغير حجمه وشكله عن طريق مين؟ ممكن الضغط؟ ممكن. ممكن درجه الحراره؟ ممكن. لو جبنا بالونه ضغطنا عليها ها؟ تصغر صح؟ ولو جبنا نفس البالونه حطيناها في الثلاجه شويه ها؟ هتنكمش تصغر كده، او لو حطيتها في مكان سخن شويه فوق البوتاجاز بعيد كده هتلاقيها تكبر لحد ما تفرقع في وشك. صح؟ فالتمبريتشر كمان غيرت. ولو جبت نفس البالونه ونفخت فيها شويه هواء غاز جديد، عدد مولات داخله جديده يعني، هتكبر. سحبت منها هواء هتقوم مريحه كده، صح؟ اذا حجم ها حجم الغاز يتغير بتغير كذا حاجه، اولهم البي ها التي الام. فالقوانين اللي احنا هنتكلم عنها في جزء الغازات هنا كلها تتمحور حوالين علاقه بين الفي والبي، الفي والتي، الفي والام. طب البي والفي والتي، طب التي والام، هيقعد يشكل لك ايه؟ كم واحده من كل واحد كده. وكل اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي كله جاي من القانون بي في، هنوصل له كمان شويه، ايكوال ان ار تي، اللي هم بيقولوا لك ايه؟ بيحل اي حاجه ده. تمام؟ هو احنا مش بنقول بيحل، يعني انا دايما اقول بيحل، او معظم الاسئله بتيجي عليه يبقى الجزء بتاع بي في الغياب وصل فين يا شباب؟ غياب كلتوه ليه؟ انتوا مش بتحركوا ليه طيب؟ بي ايكوال ان ار تي ده هو اللي مطلع لنا كل القوانين، فاحنا هنمشي دلوقتي ونتعرف على القوانين. يا يغير لي اثنين ويثبت اثنين، ها؟ يغير ثلاثه واثبت واحد، يا اما اغير الاربعه كلهم مع بعض. هو ده القانون الايه؟ الغاز المثالي اللي احنا اكتر قانون هيستخدم. ليه؟ لان انا بدل ما اجيب لك مساله فيها اثنين متغيرات، انا كدكتور يعني او الدكتور يعني فكره، بدل ما اجيب لك حاجه تعوض عن البي والفي بس، لا انا اجيب لك حاجه تعوض عن البي والفي والتي، وانت تجيب لي الام، هديك الثلاثه وانت تجيب لي مين؟ الرابع بتاعك. طيب فمثلا كله بقى هيبقى معتمد على الفهم. فمثلا لو انا جبت بالونه ضغطت عليها زودت الضغط، الحجم بيحصل ايه؟ بيقل. يبقى العلاقه طردي ولا عكسي؟ عكسي، فهمناها صح؟ تعالى رياضيا بقى، ها البي والفي في نفس الجنب، يبقى العلاقه طردي ولا عكسي؟ انفيرسلي بروبورشن. البي والفي علاقه عكسيه، ده كده بنسميه قانون بويل. قانون بويل. بويل. تمام؟ انا بس بحاول يعني اخليك الشابتر صغير عشان بس ما تلاقيش الشرح بتاعه في 10 صفحات فتخاف فتخض. انتوا مشكلتكم في المسائل برضو ان انت بتخاف وبتتخض من شكل المساله. فمثلا الدكتور ايمن السنه اللي فاتت جاب مساله دي اهي دي كده، بس دي المذكره بتاعت الثلاث شغلات مع بعض، جاب المساله دي. فانت مجرد ما تشوف المساله بشكلها كده خمس سطور فانت هتسيب وش ايه ده، انا مش هخش الخناقه دي، مش لاع صح؟ مع ان انت لما تيجي تقراها هتلاقيه في الاول بيعمل ايه؟ عمال يقول لك مين بيتفاعل مع مين عشان يطلع ايه؟ وهنشوف دلوقتي في المسائل بتاعت الغازات، هنشوف دلوقتي في المسائل بتاعت الغازات، ماشي؟ طيب لو جبنا نفس البالونه زي ما قلنا من شويه وحطيناها في الفريزر او في الثلاجه هتصغر ولا تكبر؟ تصغر. ليه؟ لان لما عملت في الحراره قللت الحراره الحجم قل، طردي ولا عكسي؟ طردي اهو. فالعلاقه بين الحجم ودرجه الحراره طردي ولا عكسي؟ طردي اهو، ده اسمه قانون شارل. ماشي؟ طيب لو انا جيت ثبتت لك كل دول نفس الغاز، فاحنا عندنا قانون بويل. بويل بيقول ايه؟ الفي عكسي مع البي، لازم بغير اثنين، لازم اثبت مين؟ لازم اثبت مين؟ اللي باقيين. مين الباقيين؟ الام والايه؟ والتي.
من ان كده كده اوريدي ثابته. ليه؟ لان انت دلوقتي لما مسكت البالون، البالونه مفتوحه ولا مربوطه؟ مربوطه عشان الغاز جوه، صح؟ فلما ضغطت عليها هل الغاز مشي؟ هل ان اتغيرت؟ فبديهي ان ان مالها تكون ثابته. فدايما الدكتور يقول لك ايه ات كونستانت تي، وما يقولكش 0.2 الام خالص. فانت المفروض فاهم ان الام مالها ثابته. طب صورة الرياضيه دي 1 على دي 2 بيساوي دي 2 على دي 1، صح؟ يعني كان عندي غاز ضغطه 1 اتموسفير وحجمه 20 متر، لما اخلي ضغطه بدل 1 5، حجم الجليد هيبقى كام؟ تعمل طرفين في وسطين. صعبه؟ بسيطه خالص وما بتجيبش عليها اسئله عشان بسيطه خالص. طيب شارل، شارل بيقول ايه؟ بيقول الفي ها تربي مع مين؟ مع التي ات كونستانت ها؟ ات كونستانت مين؟ البي. والان كده كده احنا عارفين ان هي ايه؟ ثابته. يعني صورتها الرياضيه دي 1 على دي 2 ايكوال تي كابيتال 1 على تي كابيتال 2. وخلي بالك كل جزئيه الغازات كامله التي كابيتال، كابيتال يعني ايه؟ يعني بالكلفن اللي هي بتساوي سيليزيوس زائد 273 دي ثابته. ماشي؟ غير ام اس دلتا تي، دلتا تي هناك شغال كلفن شغال سيليزيوس براحتك. ماشي؟ لان دلتا هتطرح ده ناقص ده، فاشتغلتها كلفن سيليزيوس هديك نفس الفرق يعني. طيب يبقى ده عندي غاز كان حجمه 1 متر عند درجه حراره 25 مثلا. لما اخلي درجه الحراره 100 هيبقى حجمه كام؟ تك تك. صح؟ طرفين في وسطين. طيب يقول عامل لك ايه؟ مجمع لك الاثنين مع بعض. عاملين قانون اسمه الكومبايند جاز لو، قانون التجميعي بقى. مش انت بتقول ان بوير بيقول فوليوم عكس مع بي وشارل طردي مع تي، يبقى الفوليوم بيتناسب مع مين مع بعض لو الاثنين اتغيروا؟ تي في الباست وبي في المطار، صح؟ يبقى بي في بيتناسب مع تي، صح؟ او بي في على تي بيتناسب مع الواحد. بنشيل دايما علامه التناسب ونحط يساوي ايه؟ ثابت. يعني بي في على تي ايكوال ايه؟ كونستانت. يعني بي 1 بي 1 على تي 1 ايكوال ها بي 2 بي 2 على تي 2، صح؟ كل القوانين اللي انا كتبتها دي لنفس الغاز ولا الغازات مختلفه؟ يعني دلوقتي الغاز الاولاني اللي انا بعوض بيه هنا غير ده ولا هو نفس الغاز؟ انت دلوقتي لما مسكت البالونه وغطى عليها كان جواها هواء بقى جواها عصير قصب؟ لا، جواها ايه؟ هو نفس الهواء. اذا ده كله نفس مين؟ نفس الغاز، نفس الايه؟ نفس الغاز، الثلاثه دول. بس شرط ان انا لما اجي اعوض لازم وحده الفي تكون زي وحده الفي اللي جنبها، لازم وحده البي تكون زي وحدة البي اللي جنبها. فتعالوا هنا كده على جنب نعرف الوحدات او تحويلات الوحدات. اول حاجه احنا اتفقنا التمبريتشر هنشتغل بالايه؟ التمبريتشر هنشتغل بالكلفن اللي هي بتساوي السيليزيوس زائد 273، صح؟ طيب ايه كمان؟ الفوليوم اي وحدتين زي بعض طالما في فوق وتحت بسط مقام، يعني اي اثنين زي بعض يطيروا مع بعض، تمام؟ طيب لو جاب لي وحدتين غير بعض احول ازاي؟ لازم اكون عارف ان الواحد متر مكعب كام متر؟ 1000 متر، ها خليكم معايا بس هنا. والواحد متر كام ملي؟ 1000 ملي متر. والواحد متر كام سنتي؟ 1000 سنتي متر مكعب. يعني من الاخر ايه؟ اي حاجه جت في الحجم هتضرب هتقسم على قلب. طول ما انت ماشي كده بنضرب، صح؟ طول ما انا راجع كده بس. يعني لو اداني في المساله الحجم الاولاني 1 متر والحجم الثاني 300 سنتي متر مكعب، ما ينفعش اقسمهم على بعض. هسيب اللي فوق 1 متر عادي وال 300 سنتي عشان احولهم متر ها هقسمهم على قلب، او العكس الواحد متر اضربه في 1000 واسيب السنتي، انت حر براحتك. المهم انت ايه؟ تحول صح، تحول التحويله صح. طيب ده بالنسبه للحجم. بالنسبه بقى للبريشر، البريشر الوحده الرئيسيه بتاعها زي ايه؟ ملي
ده متر مكعب في 1000 لتر. الواحد متر مكعب 1000 لتر، انما ده الواحد لتر. بص الواحد لتر ده ساعات يبقى هو نفسه برضه الواحد دي سي متر مكعب. الواحد لتر تمام؟ لتر الميه ده كام سنتي؟ اللي هو بالحقنه 1000 1000 سنتي من اللي بيبقوا جوه الحقنه الصغيرين دول، واحد لتر. ماشي؟ الواحد متر مكعب يعني متر في متر في متر ميه. بكام؟ بقى انت بتسال ليه ب 1000 يعني؟ لا ده متر مكعب ده اكبر حاجه. يليه الدي سي متر مكعب او المتر اقل منه ب 1000 يعني؟ تمام؟ يليهم الملي والسنتي زي بعض، الملي متر والسنتي متر مكعب زي بعض. ماشي؟ طيب البريشر بقى الضغط، الضغط. الضغط اصلا بيساوي فورس على اريا، صح؟ اللي هي نيوتن على المتر مربع اللي احنا بنسميها الباسكال. باسكال. بس في وحده اشهر دي اللي هي الاس اي يونت بتاخدها في الفيزياء دي. طيب ال ال الوحده الشائعه هي الاتموسفيريك بريشر، اللي هو يحسب لك ضغط الغاز كمكافئ من الضغط الجوي. يعني ايه؟ اللي احنا عايشين فيه ده واحد كام؟ واحد اتموسفير. فاحنا لو عندنا غاز ضغطه قد الضغط الجوي مرتين فبيبقى 2 اتموسفير، 3 اتموسفير، 5 اتموسفير وهكذا. بنقسمها لمين؟ للضغط الجوي. طب الضغط الجوي ده اصلا بيسوق ايه؟ ساعات اسميه الاتموسفيريك بريشر، وفي مسائل ثانيه هتلاقيه قايل لك ان هو البارومتريك بريشر. بارومتريك يعني ايه؟ الضغط اللي متقاس بالبارومتر، لان هم اصلا لما قاسوا الضغط الجوي ده عملوا ايه؟ جابوا جهاز بارومتر كده حوض وحط فيه زئبق وقام حاطط فيه انبوبه مقلوبه. ماشي؟ ايه اللي بيحصل؟ الضغط الجوي بيضغط هنا فيقوم زي الزئبق هنا مسافه قيمتها 760 ملي متر زئبق او 76 سنتي يعني. فمن هنا قال لك والله الاتموسفير الضغط الواحد الاتموسفير ده يكافئ ارتفاع عمود من الزئبق مقداره كام؟ 760 ملي متر من مين؟ من الزئبق. ملي متر من الزئبق. الملي متر زئبق دي ساعات يسموها ايه يا شباب؟ تر. طيب عايزين نشوف الاتموسفير كام باسكال؟ كام باسكال؟ بيطلع واحد بين 0.1 3 2 5 في 10 اس 5 باسكال. هقعد احفظ انا بقى الرقم ده كله؟ لا 1 بوينت يعني 1 1 1 من 100 يعني كام؟ 1 في 10 اس 5 ب 10 اس 5. طب لو عايز احوله كيلو باسكال، الباسكال ده عايز احوله كيلو باسكال 1000 اقسمه على 1000 فال 10 اس 5 دي هتبقى 10 اس 2 100 يعني 100 في ال 1 1 يدي لك 101 بين 3 2 5 اللي احنا برضه بنقربها لكام؟ ل 100 كيلو باسكال. يهمني ده يهمني ده يهمني ده يهمني ده. طول ما انا ماشي كده اضرب، طول ما انا راجع كده صعبه. اذا لو انا اديتك الضغط الاولاني بالاتموسفير والضغط الثاني بالملي متر زئبق حاجه من الاثنين، يضرب الاولاني ب 760 عشان يبقى ملي متر زئبق، يقسم الثاني على 760 عشان يتحول لاتموسفير. تمام؟ ها في مشكله كده؟ طيب دي لما جاب عليها سؤال، لما جاب عليها سؤال هات المذكره بتاعت المحاضره كده. الاسئله بتاعت المحاضره مهمه، الاسئله بتاعت المحاضره مهمه. لما جاب على دي سؤال بيقول لي ايه؟ مساله طويله كده تقعد تقرا فيها اسبوع وفي الاخر هي سهله اصلا. بيقول لي ايه؟ صفحة 22، صفحة 22 لو حد فيكم معاه المذكرة. تعالى طبعا مش هيجيب لك مسألة على دي ولا على مش هلعب بأساتك من امبارح، مش هيجيب على الحاجات الصغيرة دي. المهم أول ما يجيب هيجيب على الكبيرة دي أو على القوانين اللي جاية إن شاء الله. بيقول ايه؟ نيون جاز اليومنس تيوب راديويت ريد لايت ذا أوريجينال نيون لايت. يعني غاز النيون تمام؟ دوت بيطلع اللي بيستخدموه في الأنابيب بتاعت اللمبات النيون اللي هي دي. او الثانيه الحمراء مش عارف هو بيقول ريد لايت يمكن دوت بتاع مين؟ بتاع اللمبات اللي هي المدوره الثانيه. طيب ذا ستاندرد ركز تاني. ذا ستاندرد جاز كونتينرز يوزد تو فيل ذا تيوبز هاف ا فوليوم اوف 1 لتر. الخزان اللي بيملي منه النيون ده في الانابيب الستاندرد بتاعه كام؟ بيبقى 1 لتر.
الخزان بتاع النيون ده 1 لتر اند ستور نيون جاز ات بريشر اوف 101 كيلو باسكال، وبيكون غاز النيون فيه ضغطه كام؟ 101 كيلو باسكال ات 22 درجه سي. ده كده اللي بيجيبها من المصنع، بيجيب بتاعها لتر درجه حرارتها كذا وضغطها كذا فيها غاز نيون. حلو؟ مش كده. A typical luminous neon tube contain enough gas to exert a pressure. اللمبة النيون نفسها بقى فيها غاز عشان يبذل ضغط 1.3 كيلو باسكال at 19 درجة سي، زي اللي فوق ولا غيره؟ مختلف، صح؟ طيب if all the gas from the standard container، لو كل الغاز اللي في الإزازة الستاندرد دي is allowed to expand. expand يعني ايه؟ يتمدد، يعني هيطلع في مكان حجمه اكبر ولا اصغر؟ قال لك انا خدت ماسوره من هنا حطيتها في اناء تاني كبير شويه بحيث يعمل ايه؟ هو هيحكي لك بقى، ده حصل له expand until it exert a pressure 1.3 كيلو باسكال at 19 درجه سي، زي مين؟ زي بتاعت اللمبات. هو بدل ما ينقل الحاجات دي في اللمبه على طول، انا عايز عشان احطه في اللمبه ما تفرقعش يكون ضغطه 1.3 ودرجه حرارته 19، فيعمل ايه؟ يقوم واخده من الازازه الصغيره يحطه في ازازه كبيره، الازازه الكبيره دي عايز يضمن ان الضغط فيها 1.3 ودرجه الحراره كام؟ 19، عشان يعمل ايه؟ يقوم فاتح الازازه دي، ها؟ مفضي هنا على طول يملى اللمبه دي، اللي بعديه، اللي بعديه، اللي بعديه على طول، من غير ما يظبط ايه؟ لا ضغط ولا درجه حراره. فبيقول لي ايه؟ عايز مطلوب. What is its final volume? What will its final volume be? يعني الحجم النهائي ده هيبقى كام؟ عايز حجم الانبوبه ولا حجم الازازه بتاع الكبيره؟ بتاع الكبيره اللي هتملى الانبوبه. ها؟ نفس الغاز ولا مش نفس الغاز؟ ها؟ كان له بي بقى له بي تاني. كان له تي بقى له تي تاني. كان حجم، عايزين نحسب الحجم التاني. صعبه؟ شوف المساله شكلها عامل ازاي؟ ست سطور ولا سبع سطور، والحل اهو تعويض. بي 1 بكام؟ بي 1 بكام؟ 101، والحجم 1، والتمبريتشر زائد 273، الضغط الثاني 1.3، ده كيلو باسكال وده كيلو باسكال، تمام. الحجم الثاني انا عايزه هيطلع باللتر زي اخوه اللي جنبه، والتمبريتشر الثانيه زائد 273، هطلع من هنا في 2 هتطلع 77 لتر. قام مكمل لي مطلوب كمان، مطلوب كمان صغير من كده. قال لي ايه؟ قال لي ايه؟ بيقول لي if that volume of neon is added to luminous tube، بعد ما انت طلعت لي الحجم ده كده، قال لك انا خدته وحطيته فين؟ في لمبات نيون على طول، نفس الضغط ونفس درجه الحراره. ده is added to luminous tube that have average volume of 500 مللي. لو هناخد الحجم ده نفضيه في انابيب كل انبوبه 500 مللي. What is the approximate number of tubes can be filled؟ اقدر املى كام نوع؟ 77 على كام؟ على نص. بلاش على نص ده عشان الناس ما بتفهمهاش. الواحدة 500 مللي. يعني المتر يملى كام؟ 2؟ المتر يملى أمبوبتين. يبقى 77 لتر يملى كام؟ حلوة الصيغة دي؟ على نص اللي هي في 2 يعني، ماشي؟ ها صعبة؟ صعب؟ حد مش فاهم؟ طيب نكمل بقى في القوانين، نكمل في القوانين. عندنا قانون اسمه قانون افوجادرو. افوجادرو ده بيقول ايه بقى؟ افوجادرو ده بيقول ايه؟ كل اللي فات دوت كان نفس الغاز ولا غازات مختلفة؟ ده بقى بيقول غازات مختلفة، ده بيقول ايه؟ غازات مختلفة. بيقول ايه؟ بيقول الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة، مالها يا شباب؟ تحتوي على نفس عدد الجزيئات أو على نفس عدد المولات. يعني ايه بقى؟ تعالى افهم الكلام ده، تعالى افهم الكلام ده. يعني يا باشمهندس لو أنا جبت لتر أكسجين ولتر هيدروجين ولتر ثاني اكسيد الكربون، ثلاثة غازات غير بعض، صح؟ وحطيت في اللتر ده وفي اللتر ده وفي اللتر ده الحجوم كلها مالها؟ قد بعضيها. At the same temperature
اندر بريشر. الشرط بتاع الراجل ده يكون مين ثابت؟ ها؟ التي والبي ثابتين، يعني الثلاثه محطوطين فين؟ في نفس الترابيزه كده هنا قدام. حافظ على نفس درجه الحراره اهو، والازازه دي قد دي قد دي في الضغط. ايه اللي هيحصل؟ قال لك لو انت قدرت توفر الظروف دي، البي تكون ثابته للثلاث ازايز والتي تكون ثابته، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الحجم لو ثابت ان ثابته مش بص كده ارجع لبي في ان ار تي. لما انا ثبت لك البي والتي، الار ده مش ثابت، العامل الغازات هنعرفه كمان شويه ثابت هو كمان. اذا العلاقه بين مين ومين؟ الفيرون. فكان الراجل ده ضمن بيقول لي في طرد مع مين؟ مع ان. يعني يا باشمهندس لو انت جبت اي غازات مختلفه وثبتت البي والتي ولقيت الحجم ده قد ده قد ده، ها في 1 قد في 2 قد في 3، اذا ان 1 قد ان 2 قد ان 3 ماشي. طب لو في 1 ضعف في 2 ضعف في 3 يبقى كلهم ايه؟ دي ضعف دي ضعف دي. دي عامه عند اي بي وتي مالهم؟ ثابتين. طيب في حاله خاصه منه اسمها الاس تي بي، الستاندرد تمبريتشر اند بريشر. ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لك الستاندرد تمبريتشر اند بريشر دي بتكون عند درجه حراره صفر وضغط كام؟ 1 أتموسفير. ايه اللي بيحصل بقى؟ لو انت جبت اي غازات مختلف عن درجه الحراره صفر دي والواحد أتموسفير، حجم المول الواحد من الغاز بيطلع 22.4 لتر. ده الايه؟ حجم الواحد مول، الفي ام اللي هو المولر جاز فوليوم، حجم الايه؟ الواحد مول. يعني لو نفس الازازه دي حطينا فيها عند الاس تي بي حطيت فيها مول اكسجين، واحد مول اكسجين، تمام؟ هنشيل بقى دي. لو جبنا بالونه كده وبالونه وبالونه ثالثه، تمام؟ وحطيت في دي واحد مول اكسجين ودي واحد مول هيدروجين ودي واحد مول هيليوم مثلا، ثلاث غازات اهو، تمام؟ عند الاس تي بي ايه اللي هيحصل؟ عند الاس تي بي يعني ليهم نفس درجه الحراره صفر وليهم نفس الضغط كام؟ 1 أتموسفير. طب الواحد مول ده وزنه كام من الاكسجين؟ 2 في كام؟ 16 32، وده 2 وده الهيليوم ب 4، صح؟ ده غير ده غير ده، الا ان هتلاقي حجم البالونه دي 22.4 ودي 22.4 ودي 22.4. ليه؟ لان انا حطيتهم عند نفس الضغط ودرجه الحراره بتوع الاس تي بي اللي هم المعينين اللي انا متفق معاك عليهم. ماشي؟ وهم 1 مول. طب لو دول 2 مول الضعف ده هيبقى 22.4 في كام؟ في 2. طب 3 مول في 3. جمع في الامتحان قال لهم ايه؟ قال لهم 3 1 لتر فلاسكس، ثلاث ازايز 1 لتر كونتيننج اكسجين هيدروجين اند هيليوم او اند نيون، حاجه ثالثه اي غاز ثالث يعني، تمام؟ ات اس تي بي ريسبكتيفلي، ثلاث ازايز 1 لتر واحد وواحد وواحد فيهم ثلاث غازات عند الاس تي بي. واتش اوف ذا فولوينج ستيتمنت از ترو، مين من الجمل اللي هقولها لك دلوقتي صح؟ اول اختيار كان ايتش فلاسك هاز ذا سيم نمبر اوف جاز مولكيولز، صح ولا غلط؟ ها كلهم عند الاس تي بي وكلهم 1 لتر. الحجم قد الحجم قد الحجم، اذا ان قد الان قد الان، صح؟ عدد المولات قد عدد، طب وعدد المولات مش عدد الجزيئات على افجادرو؟ وافجادرو ماله؟ ثابت، يبقى نفس عدد الجزيئات ولا؟ يبقى طالما نفس الظروف والضغط ودرجه الحراره هيدي لك نفس الان، نفس الان على طول، فهنا هتحل. صعبه؟ دي مش عليها اي مسائل، مش هتلاقي عليها مسائل، هي بتيجي في اسئله ايه؟ نظر. طيب القانون بقى الايديال جاز له اللي احنا بقى عمالين نلف وندور عشان نوصل له، هو جاي من تجميعه القوانين اللي فاتت دي. تعال نراجع كده. بول الاول واحد قال الفوليوم، ها مع مين؟ عكسي يعني انفيرس بروبورشنال مع دي، صح؟ وشون قال دايركت بروبورشنال مع تي، وافوجادرو قال مع ال جمع، ها اذا الفي تتناسب مع مين يا شباب؟ ان تي في البسط والبي في المقام، اضرب دي هنا كده فوق يبقى بي في يتناسب مع ان تي، اشيل التناسب واحط يساوي ثابت، الثابت ده ار. وهنا هنقف وقف
الثابت طالما في معادله سواء في الكيمياء او في اي ماده فيها ثابت، يبقى قيم الثابت دي هتعتمد على وحدات المعادله، وحدات المعادله اللي عندك. الغياب الناس وصلت فين؟ ورا؟ طب خلاص عشان الجنب ده لسه ما كتبش خالص. ايه الوحدات بقى؟ هناك اي واحد في البسط والمقام كنت بلزمك بوحده؟ لا براحتك انت حر. انما هنا عشان الار مستنتج بوحدات معينه فانا لازم هنا لازم التزم بالوحدات اللي هكتبها لك دي. الضغط لازم يا اتموسفير يا اما كيلو باسكال، غير كده مش عايزه. الحجم لازم بالمتر اللي هو دي سي متر مكعب، غير كده لازم تحول. الام لازم مول كده كده ملهاش واحده غيرها، والتي لازم كلمه، فساعتها الار الار هتطلع الار حاجه من الاثنين. ها لو انا عايز اجيب الار في ناحيه لوحدها اتموسفير متر لكل مول كلفن صح؟ او كيلو باسكال متر لكل مول كلفن صح كده؟ لو انت هتعوض عن الضغط بالاتموسفير هتحفظ لي الار 0.082، لو هتعوض عن الضغط بالكيلو باسكال تحفظ لي الار 8.31. طب انا مش عايز احفظ، مش عايز احفظ الارقام دي، اعرف هي جايه منين؟ اه مش انا عارف الاس تي بي صح؟ عندي الاس تي بي الضغط بكام؟ ها؟ واحد صح؟ والحجم ده حجم كام مول؟ واحد مول صح؟ والتي 0.273 على الاله كده اقسم 22 و4 على 273 هتلاقي طلع لك 0.082. طب عايزها كيلو باسكال هشيل الواحد واحط ها 101.325 هتلاقي طلع لك 8.31. يبقى انا حتى الحاجه الثابته ما نسيت في الامتحان وفاهم هعرف ارجعها ولا هعرف احسبها بالراجع، هعرف احسبها بالايه؟ بالراجع. والحته دي قام لاعب عليهم برضه في امتحان وجايب لهم سؤال شبه نظري زي كده، عشان كده انا نصيحتي ليك ايه؟ ان انت اول حاجه تبدا بيها في الامتحان الاسئله النظر. مش هتاخد منك غير وقت القرايه والدكتور ما بيغيرهاش، يعني لو جاب من امتحان سابق هيجيب نفس الاسئله الايه؟ النظر. قال لهم ايه؟ ذا ايديال جاز لو، قانون الايديال جاز ده بريدكت ذات، بريدكت ذات ذا ايديال ذا مولر جاز فوليوم. مين هو المولر جاز فوليوم؟ انا كاتب له كده بين قوسين فوليوم اوف 1 مول ايكوال. طبقا لقانون الايديال جاز لو ده، القانون اللي قدامك ده. ها؟ المولر جاز فوليوم بكام؟ وكان حاطط من ضمن الاختيارات 22.4 وثلاث ارباع الدفعه اختار. هل هو في السؤال وانا بتكلم دلوقتي قلت لك اس تي بي؟ اذا اس تي بي 22.4، طب ما قلتش اس تي بي؟ لا ماليش علاقه بال 22.4، مش اي درجه حراره وضغط يطلعوا لي حجم 22.4. هو بيقول لي طبقا للقانون ده ذا مولر جاز فوليوم ايكوال، ومديني اختيارات مش عارف دي في ايه على ايه، ايه في ايه على ايه، رموز كلها يعني. من هنا من المعادله اللي قدامك دي، من المعادله دي لما احط ان بواحد الفي تعرف تجيبها لي بجنب لوحدها؟ ها؟ ار في تي على دي بس. تاخد منك خمس ثواني؟ خدش. لو خد عملت دي وظللتها خلصت. سؤال زي بتاع المره اللي فاتت بتاع اثناء تغير الحاله درجه الحراره تفضل ثابته. انقل وتجيب درجه. السؤال بتاع مين ليس سبب من اسباب اختلاف الناتج النظر عن الحقيقي؟ اكتب. السؤال بتاع الماس برسنتج بتعتمد على مين؟ تك. كل الاسئله دي مالها مباشره، الاسئله دي كلها ايه؟ لو انت عديت عليك وحليت مره مجرد ما تشوفها في الامتحان انت هتقدر تحلها من غير ما ايه؟ من غير ما تاخد وقت. طيب القانون دوت ممكن اكتبه كده دي في بيساوي ان دي مش بنفكها ماس على المولر ماس في ار في تي، ينفع اضرب دي هنا وانزل دي هنا، يبقى دي في المولر ماس بيساوي الماس على الفوليوم في ار في تي، مين ده؟ رو رو. فكثافه الغاز يبقى بي في المولر ماس بيساوي رو في ار في تي، يعني كثافه الغاز يا شباب بتعتمد على مين؟ على المولر ماس بتاع الغاز، بس هو ده بيتغير؟ ما هو المولر ماس بتاع الغاز ثابت، الاكسجين درجه الحراره الضغط، شغل دماغك. مش الكثافه، احنا قلنا المره اللي فاتت ان الكتله ثابته سواء الماده كانت غاز او سائل او صلب صح؟ ايه اللي بيتغير؟ حجم.
الغاز كان كده، انت عامل كده ها، الحجم قل فالكثافه زادت، يبقى الكثافه دي زادت لما عملت ايه في الضغط؟ زودت الضغط اهو، مش العلاقه بين ده وده طردي اهو، عملت كده زودت الضغط فالايه؟ فالكثافه زادت. طب ايه اللي ممكن يخلي الغاز ده ينزل كده من ناحيه الحراره؟ ازود الحراره ولا اقلل؟ اقلل الحراره. لما قللت الحراره ايه اخبار الكثافه؟ هتزيد عكس ايه؟ يبقى انت تكون فاهمها، ولما تيجي تعوض رياضيا تلاقيها ايه؟ مسمعه معاك، تلاقي الحاجه بسيطه يعني. طيب اخر قانون عشان احل بقى مسائل، قانون دالتون. دالتون بيقول ايه؟ بيقول نفس الثلاث ازايز عند نفس درجة الحرارة. حلو؟ نفس الثلاث ازايز عند نفس درجة الحرارة. لو انا جبت دلوقتي ازازة لتر عند درجة حرارة 25 ولتر عند 25 ولتر عند 25، الازازة الاولانية دي حطيت فيها 5 مول اكسجين، 5 مول اكسجين، حد بس معانا؟ انا حاسب، يحسب بس ورايا الحسبه اللي انا هعملها. قلت لك انا عندي 5 مول اكسجين ات 25 درجه و1 لتر. انا مديك ايه دلوقتي يا شباب؟ هتجيبوا لي الضغط. طب تجيب لي الضغط ازاي؟ ها؟ بي في ام ار تي، صح؟ يبقى انا قلت هستخدم ده امتى؟ لما يكون انا عندي 4 متغيرات، هديك 3 واطلب منك مين؟ الرابع. فانا مديك دلوقتي ال1 لتر وال25 وايه؟ ودي. فانا اقدر دلوقتي اقول بي في ام ار تي هيساوي البي بتاع الاكسجين في الفوليوم 1 بيساوي ان ب 5 في ار بوينت 082 في تي 25 زائد 273 يدي لك 298. حد يحسب لنا البي بتاع الاكسجين كده؟ ايه؟ 283 بوينت 25. طيب ده البي بتاع الاكسجين، دي مساله، دي مساله اهي، تمام؟ طيب لو جيت قلت لك في ازازه ثانيه فيها 10 مول هيدروجين، تعرف تحسب لي ضغط الهيدروجين؟ هتقول لي اه، البي بتاع الهيدروجين في نفس الازازه ولا لا؟ انا هنا عامل ايه يا شباب؟ البي ثابت ولا لا؟ والتي ثابت ولا لا؟ ها؟ ارجع لبي في ام ار تي كده، لما البي ثابت والتي ثابت والار ثابت، العلاقه هتبقى بين مين ومين؟ البي والال. يعني ايه البي والال؟ يعني الغاز اللي عدد مولاته كتير هيعمل ضغط كتير، واللي عدد مولاته قليل. طب ده منطقي؟ اه، مش ضغط الغاز هو عدد التصادمات اللي بيعملها مع الجدران. لو انا حاطط غاز 1 مول وازازه ثانيه فيها 100 مول، مين هيخبط اكتر؟ المية، صح؟ طيب تعال نرجع نحسب بقى الحسبه بتاعتنا، ال 10 مول بتوع الاكسجين دي هيساوي عدد المولات 10 في ار بوينت 082 في التي 25 زائد 273 اللي هي 298. حد يحسب لنا بقى دي كام؟ 500 ايه؟ ايه؟ الناس كده غلط؟ طب ما تقول لي كام؟ 122 والله انا حسيت 122 18 صح؟ طب واللي تحت ده لو شلنا الخمسه وحطينا 10 في 2 صح؟ هتطلع 244 36 عادي عادي، الاخطاء دي لما حاجه مش مشكله. طيب ايه اللي قال دالتون بقى؟ انا كل ده بعمل لك ايه؟ بعلمك على دي، بعلمك على البي في ام ار تي. دالتون قال ايه بقى؟ قال لك طب انا لو جبت نفس الازازه عند نفس درجه الحراره وحطيت فيها الخمسه مول مع ال 10 مول، 5 مول اكسجين مع ال 10 مول هيدروجين، ايه الاخبار؟ هيطلع ضغطهم كام؟ مجموع الاثنين. الضغط الكلي لخليط من الغازات يساوي مجموع الضغوط الجزيئيه لكل غاز على حده، يعني البي توتال ها هيساوي 244 36 زائد 122 بوينت 18، هيطلع كام ده؟ 300 ها 54. طب واحد تاني هيقول لك يا باشمهندس يعني ده
ينفع اطبق عليه بي في بيساوي ال ار تي؟ اه. يعني ينفع احسب البي توتال كده؟ الفوليوم كام؟ مش هما محطوطين في نفس الازازه؟ ال توتال؟ ال توتال 15 بقى صح؟ في ار بين 082 في تي 298 صح؟ اذا البي توتال من هنا هتطلع لازم تطلع 366 بين 54 لازم. لو حسبتها على الاله كده لازم تطلع نص بقى. يبقى الراجل ده قال ايه؟ الضغط الكلي لخليط من الغازات يساوي مجموع الضغوط الجزيئيه لكل غاز على حده. مش هي دي الصوره اللي انا عايزها، دي اي حد يتقبلها. ايه اللي بيحصل في المساله بقى؟ بيحصل العكس، يعني انا هاجي اقول لك الاثنين دول مع بعض عاملين ضغط 366. تعرف تقول لي ده عامل كام وده عامل كام؟ لو بصيت على المعادله دي بتاعت الهيدروجين وبتاعت التوتال اللي تحت دي كده، ممكن تقسمهم لي على بعض كده؟ هنقول بي بتاع الهيدروجين على ها يساوي ها ام بتاعت الهيدروجين على ام توتال. الار هي الار ولا التي هي التي ولا اذا نسبه البي هي نسبه الام ولا ليه؟ لان برضه زي ما قلت لك ارجع هنا انا مثبت الفي والتي والار، يبقى البي ترجع مع مين؟ مع ام. بس مش بقى ايه؟ مش واحد وواحد، ده الجزء مع الكل. يعني بي بتاع الغاز على بي توتال هي نفس نسبه ام الغاز على ام توتال. دي بيسموها المول فراكشن او الاكس بتاع الغاز. مول ها فراكشن كسر المول اللي هي في المساله بتاعت الكم؟ اللي هي في المساله بتاعت الكم؟ انا لما اجي اعوض ان بتاعت الهيدروجين بجوه 10 على 15 صح؟ النسبه دي اعرف اعملها للاكسجين هو كمان؟ بي اكسجين على البي توتال بيساوي ان اكسجين على الان توتال اللي هي 5 على 15، واحد ثلثين والثاني ثلث. معنى الكلام ده ان اكس الاكسجين زائد اكس الهيدروجين لازم يطلعوا واحد. الكلام ده الغازين بس ولا ممكن اكتر؟ اكتر. لو حطينا ثلاث غازات هنا اكس بتاع ده زائد اكس بتاع ده زائد اكس بتاع ده لازم يطلعوا 100%، لازم يطلعوا كام؟ واحد صحيح، لازم يطلعوا واحد صحيح. طب هعرف مساله دالتون ده منين؟ هيقول لي في المساله ميكسشر، عندنا ايه؟ خليط من الغازات. طيب المسائل بقى على جزء الغازات تيجي ازاي؟ يا يدمج لي حاجه من شابتر واحد مع حاجه من شابتر اثنين، مساله ليميتنج اكسس مع جزء بي في ان ار تي كده في النص، او مساله صيغه جزيئيه وبسيطه مع حته بي في ان ار تي زي اللي كنا حليناها في الشابتر الاولاني كده مع بعض، يا اما مساله بيور خالص شابتر 2. تعال نشوف اول حاجه بتاعت امتحان السنه اللي فاتت. ده امتحان الترم السنه اللي فاتت. سؤال رقم 2، شكل السؤال مخيف. اربع سطور ما لهمش لازمه ولا استفيد منهم اي حاجه، والسطر الاخير بس هو اللي فيه المساله. اقرا كده معايا. ها اسمع معايا. مديني معادله ام2 زائد 3 اتش2 يديني 2 ام اتش3. واسمع بقى الحكايه معايا. امونيا از بروديوسد، الامونيا بتنتج والنيتروجين اند هيدروجين جازز، لما النيتروجين والهيدروجين جازز رياكت ات هاي بريشر اند تمبريتشر، بيتفاعلوا عند درجه حراره وضغط معينه. اللي عايز حاجه من السبوره صغيره عشان انا هكمل هناك. وقال مديني المعادله يا شباب، وقال مديني ايه؟ المعادله. ها يلا بسرعه. ركز معايا كده. ات انترفلز، ات انترفلز على فترات، ايه اللي بيحصل؟ ذا سيستم از كولد بتوين سالب 10 اند سالب 20 درجه سي. بياخد السيستم ده الثلاثه مع بعض، التفاعل ده ريفرسبل، المفروض ان هو ريفرسبل، فبيبقى بيطلع امونيا ويرجع يديني ان 2 ايه وهيدروجين رايح جاي يعني. فبياخد السيستم ده يعمل له كولينج، ليه بقى؟ كوزنج سم امونيا تو ليكوفاي، عشان يخلي الامونيا يتحول لايه؟ لسائل. الامونيا لوحده بتحول لسائل، والاكسجين والنيتروجين والهيدروجين فاكرين لما شرحنا الايوبليكوفيكيشن دول عشان يتحولوا لسائل عايزين كام؟ سالب 195. ففي درجه حراره الغرفه من او سالب 10 وسالب 20 مين بيتحول بس؟ الامونيا. لو انت يعني بتربط الاحداث، ما بتربطش مش مهم. كم
causing some ammonia to liquefy so that it can be separated from the remaining nitrogen and hydrogen. عشان يقدر يفصلوا عن مين؟ نيتروجين والهيدروجين. The gases are then recycled to make more ammonia. والغازات بعد كده بيرجع يدخلها تاني يعمل لها كولنج عشان تطلع أمونيا تاني. Average ammonia plant might make 1000 metric ton of ammonia per day. يعني مصنع الأمونيا ده بيعمل في اليوم 1000 طن في اليوم. حد هنا أنا مش شايف أي سؤال عمال أبقى بحكي في بالرباب. طيب وين أول وين بقى يبقى إحنا كده هنبدأ نخش في أرقام. وين إيه يعني؟ 4 في 10 أس 7 4 في 10 أس 7 لتر هيدروجين آت 503 درجة سي آل ب 155 أتموسفير. مالهم؟ رياكتس ويز إكسس نيتروجين. إكسس نيتروجين يبقى أنا محتاج أعرف كميته ولا لا؟ ها؟ إكسس هو مين اللي بيخلص التفاعل؟ مين فين ولا إكسس؟ الأمونيا ده that can be formed at 20.6 درجة C and 1.057 أتموسفير والـ N بـ 14 والـ H بـ 1 N بـ 14 والـ H بـ 1 حد يبدأ نحل ازاي؟ ايوه جرى صح ده حل صح. في ناس بقى ايه عبقريه بقى دخلت الامتحان كيميا لعبتي ادي في وادي في وادي تي وادي تي وادي بي وادي بي خلصان بس طريق شلحات على طول طلع على مطروح على طول. ها احنا قلنا ده ايه؟ نفس الغاز. هل ده نفس الغاز؟ شو انت بتضحك دلوقتي هتعملها في الامتحان في اللي لسه هتعملها في الامتحان وهينسى ان احنا شرحناه. ده لو نفس الغاز ده نفس الغاز مش نفس الغاز. طب امال ايه؟ انا مديك هنا في وتي ودي نجيب ايه؟ هقول لي ده فين الهيدروجين هجيب ايه؟ هل لان الثلاثه تمثل ثلاثه مول انا اللي هشوف هقول البي في ايكوال ان بتاعت الهيدروجين هتطلع مش عارف 63